حتى هلا بمرض الكورونا يعني ما في عندنا ولا اي نقطه طبيه للانسان يروح يفحص حاله او يتاكد من انه مصاب او غير مصاب. يوجد في مدينة صوران نقطة طبية دائمة تخدم المدينة وريفة على مدار 24 ساعة. يعني في نقص كتير بالكوادر الطبية والنقاط الطبية والمشافي. في تقصير من ناحية الطب كتير يعني مو شوي. صوران بلدة مهمة في الريف الشمالي، فيها 25,000 مقيم ما بين أهل المدينة وما بين النازحين الوافدين لإله، يتبع إلى إدارياً 24 قرية. صوران فيها فقر طبي ملحوظ، بعد الساعة 5 مساءً لا تكاد أن ترى عيادة الطبيب موجودة فيها. يعني ممكن تحدث حالات ولادة بعد الساعة 4، ما المشفى النسائية لا يستقبل هذه الحالات. أيضا ممكن أن الإنسان يتعرض لحادث ما فالمستوصفات بتغلق الساعة 4، ما في نقطة طبية بديلة، فبتضطر العالم أنه تتوجه لغير مدن مثل عزاز أو مارع بسبب عدم وجود هذه النقطة الطبية. نحن نعيش وباء كورونا الذي يعني اجتاح العالم بأسره، كل الكوادر الطبية في العالم كانت في حالة ولا زالت في حالة استنفار، إلا صوران بعد الساعة 5 أي مشكلة طبية صغيرة مباشرة نلجأ بالمريض إلى القرى المجاورة، سواء كانت مدينة مارع أو المعبر أو عزاز أو جرابلس أو مدينة الراعي. ما في سير، ما في آليات، ما في إمكانيات، ما في، فلذلك الواقع الطبي بمدينة صوران للأسف يعني عم نعاني منه كتير. تكلفة غالي كتير إذا ما وجدت سيارة إسعاف، واليوم أنت على علمك كله صار غالي بالنار، الدولار أخيو المازوت كله صار على الدولار، يعني بالنسبة للمواطن كتير في عليه تأثيرات. يعني الدولار ولا ميرا مثلا في مسافة 10 كيلومتر بدنا سيارة، وبدنا يعني سيارة لقية صعوبة، إذا كان يعني ميرا ما لقينا الراعي بدنا نروح على مشفى الراعي أو مشفى عزاز، يعني في تكاليف يعني. لا توجد صيدلية دائمة أو مناوبة في مدينة صوران، يعني العمل عشوائي عم بكون، كل صيدلية بالوقت المناسب إلها بتسكر وبيمشوا. صار في شكاوات يعني من الأهالي والطلب، يعني المعنيين يعني المجلس المحلي، والمجلس المحلي هو اللي بده يشوف المكتب الطبي يعني بهاي الحالة، ولحد الآن ما في أي ردة فعل من طرف ناحية المكتب الطبي ولا المجلس المحلي. نطالب وبشدة المنظمات الطبية، ونطالب كل المعنيين، كل من يلزموا هذا الأمر نهيب بهم في تفعيل المستوصفات في صوران، إنشاء مشافي، إنشاء عيادات طبية. نطالب كل المعنيين في هذا الموضوع، وهذا الأمر حقيقة ملحوظ ضعف الجانب الطبي في صوران. وأسألوا جميع الناس، كل الناس بتعرف هذه القصة. نحن مثلا عندنا غير سيارة إسعاف واحدة فقط تخدم مدينة صوران اللي تعداد السكانية فوق 30,000 مع النازحين، بالإضافة للقرى المجاورة لقرية صوران والتي تعتبر تعد بحدود 20 قرية، لا يوجد فيها منظومة إسعاف إلا منظومة إسعاف واحدة فقط في صوران، ومخدمة بسيارة إسعاف واحدة فقط، وهذا العدد قليل. نحن بحاجة إلى منظومة إسعاف متكاملة
أو الحل البديل إنشاء مشفى ميداني يقدم خدمات الطوارئ بالحد الأدنى بالنسبة لمدينة صوران والريف حواليها. نحن نتأمل من المنظمات العاملة على الأرض، منظمات الإغاثة الطبية أو حتى مشروع الصحة التركية، أن يتم بالقريب العاجل إنشاء مشفى متكامل في مدينة صوران نتيجة الحاجة الماسة للأهالي، وفي سواء في المدينة أو حتى في الريف المجاور لمدينة صوران.